في مبنى امريكي في حد وقع في حاجة غريبة، جسم وقع من فوق من مبنى عالي جدا. الشرطة هتحقق في الموضوع ده. الحادثة غريبة، دخل الاسانسير ولقوا عطلان، خمس اشخاص محبوسين جوه. واحد فتح يشوف في ايه، في واحد فتح الاسلاك ما لقاش اي حاجة، بيقول لركاب الاسانسير اصبروا. الست الكبيرة بتشتكي، خصوصا ان ده مش شغل الامن. الاسانسير مش راضي يفتح برضه، في حد بيقول اخرسي، النور قفل مرة واحدة. الاسانسير ضلمة، الناس بيصرخوا عشان الضلمة، الاسانسير كله ضلمة، هيحاول يخليه ينور. بدأ ينور، لقوا انه هيتصلح لما يشغلوه تاني. الشرطي كان مرعوب من الخوف، واضح انه بيخاف من الحتة المقفولة، ما يقدرش يقعد في مكان مقفول اكتر من كده. رفع الغطا عشان الشرطي يتنفس، النور قطع تاني، المرة دي مش من التصليح بقى. واحدة حلوة اتعورت من الناس في الاسانسير، محدش اعترف منهم بحاجة، بيدوروا على سلاح الجريمة، الناس كلها خايفة. الشرطة بتستخدم طريقة جديدة للاتصال بيهم، بيحاولوا يفتحوا الاسانسير، يلا بسرعة هننقذكم بسرعة متقلقوش. بعد كده النور في الاسانسير اتقفل تاني. كل شوية بيحصل كده. اللي رعبهم المرة دي بقى ان اربعة ماتوا، مرعوبين من الخوف. الشرطة شكى في الشرطي اللي في الاسانسير، حارس الامن ده مش تمام خالص، عشان هو اللي لقى القضية، اتسجن قبل كده كذا مرة سوابق بقى. الموظفين خايفين جدا، بيقولوا ان القتل ده مش من انسان، بيقولوا الاسانسير كان متوسخ. الشرطة فاكراه بيقول اي كلام. الشرطة اجبرته يسكت وطلبت من المطافي ينجزوا بسرعة عشان يفتحوا الاسانسير. بس دلوقتي في موضوع مهم اكتر، قال انه عاوز يلاقي ادلة في اقرب وقت ممكن عشان يعرفوا القاتل، عشان ما يقتلش حد تاني. الشرطة لقيت رسالة في هدوم ابو شعر طويل، ممكن اساعدهم عشان يخلصوا الموضوع ده. قبل كده كان عاوز يروحوا الشركة الصبح، وقعت على الارض، والشرطة جريت تسأل مدير الشركة عن الموضوع ده، بس عرفوا عن طريق الغلط ان ابو شعر طويل بطاقته مش عادية خالص. قبل 3 سنين هو ما كانش هنا، بعد كده دايما كان متردد وبيحس على طول بالملل، ازاي كل ده بيحصل؟ بدأوا يتكلموا في الاسانسير، وقالوا ان القاتل ممكن يكون في الاسانسير، العدو ممكن يكون بينا. لقوا سجلات الوصول للمبنى، واقتنعوا ان القاتل حرامي ومسجلش اسمه ومحدش خالص يعرفه. في الثانية دي ظهر له صورة غريبة، بدأ يشك في استنتاجه، هناك دم ورسوم وتعوير في الجو، وواحد مات بطريقة مخيفة، والموظفين في الامن شافوا وجه مخيف في الاسانسير وفاكرين انه شبح غريب قوي. الشرطة مش مصدقة الكلام ده، بدأوا يشكوا تاني في بعضهم. لما الكهرباء اتقطعت تاني بيحاولوا يواجهوا القاتل، عندهم مكان يهربوا منه، بيحاولوا لسه يصلحوا الكهرباء. واحد بيحاول يطلع بوشه عشان يشوف في ايه، غضب وخاف قوي، بتقول له انزل بسرعة او اجري، بيقول لها اسكتي اسكتي، عاوز ينقذهم كلهم. بدأ يدور على الامن عشان يثبت براءته. مرة واحدة كان في دوشة فوقيه، بص لقي سائل احمر اغمى عليه بعد كل اللي عمله ده، مش زي الاسانسير من فوق، كان بيقرب من الاسانسير. السلسلة اتقطعت مرة واحدة، كلهم خايفين بغباء من الموت، الموضوع كل شوية بيتعقد وبيخوف اكتر. الاربعة دول مش سهلين خالص، ياما تحت السواهي دواهي. الرجل الكبير ده اصلا حرامي، بيحاول يسرق الحاجة من الناس. الرجل اللي شعره قصير كان معاه شنطة لما دخل المبنى بس مات للأسف. الشرطة مش لاقي راس حد منهم، رجعوا في الضلمة التاني للأسف. كان عايش لسه الرجل القصير، كان بيحاول يساعده على إغلاق عينه. وفي الناحية التانية الشرطة لقت شنطة الرجل اللي شعره طويل في الحمام، كان فيها حاجات مختلفة، بيدوروا على الأدلة الحالية. المشتبه به هو الراجل أبو شعر طويل. الشرطة والموظفين والناس في الأسانسير فاكرين كده. المرة دي الراجل طلب راجل الشرطة، ما كانش خايف المرة دي، بيسأله أنت كويس ليه المرة دي؟ بيتكلموا وبيزعقوا. الست بتحاول تنور في الجنب التاني وبيزعقوا لحارس الأمن. الشرطة جريت عليهم تاني بعد كل ده، كلهم خايفين من الموت. القضية اتعقدت زيادة، بدأ يشكوا في الست، تصرفاتها مش مظبوطة خالص، فاكرين إن الرجالة استفزوها فعملت فيهم كده. راجل الشرطة وأبو شعر قصير ضربوها، اكتشفوا إن الست بتستعد للطلاق. لقيت محامي في المكان، عرفوا منه إن جوزها غني، أول ما تتطلق هتاخد نص حاجته. الشرطة لقت رسالة رئيسية كمان، راجل الشرطة اللي في الأسانسير موظف جديد شغال من امبارح، رئيسه هي الست الغنية. رجعوا بسرعة لغرفة التحكم، مش بعيد يكون هو القاتل، هيموت هو والست لأن القاتل قريب جدا منهم. الكهرباء قفلت تاني، لما الكهرباء رجعت اتصدموا من النتيجة، الراجل والست هما القتلة ولا ايه؟ الشرطة شايفة ان الراجل مشتبه بيه اكتر لأنه خبى حاجته في الحمام، غالبا برضو كده القاتل الست مش راجل. خرج الناس من الأسانسير، المرة دي الست اتقطع رقبتها، الراجل بيحاول ينقذها بس مش ملاحظ الظل اللي حواليه، كلهم خايفين بيتحرك ببطء، ازاي هيرجع بعد ما يموت؟ بس الراجل العجوز ده مرتبط بالشيطان، عاوز يعاقب كل اللي غلطه، كل اللي ماتوا في الاسانسير ليهم اخطاء ما يتسكتش عليها. ابو شعر طويل كان نصاب، راجل الشرطه عنيف وشراني، الستات كدابين وما عندهمش احساس، الرجاله مفرطين في كل حاجه. من 5 سنين اتقتلت ام وابنها بعربيه من واحد مسطول،
وهرب وما سلمش نفسه وما كانش فيه اي دليل في المكان، والشرطة معرفتش تلاقيه خالص. الراجل هرب من العقاب والقانون بس مش بيخرج من معاناة قلبه خالص. لمدة 5 سنين كان ندم على قراره، فاعترف الشيطان وترجاه وتوسل ليه انه يقتل نفسه، واعترف بالجرائم للشرطة. واخيرا فتحوا الاسانسير ووصلت الشرطة المحلية، والمراد الراجل ما قتلوش، الراجل نجي. بصمات الست العجوزة اختفت، الكابوس ده كله اختفى. الشرطة اخدت الراجل الاسم وكتبت انهم كانوا ساكتين بس، انا مش شايف الكابوس ده خلص. الشرطة سجلت تاني انهم مش راضين يكملوا. الراجل ندمان على اللي عمله بيعيط. راجل الشرطة قال ان الام والابن اللي ماتوا عمرهم 72 سنة، مفيش اي شكاوي. الشرطة مش عارفة تعمل ايه. الضحية سمحت المذنب، الراجل انقذ. كل الناس بتغلط، لكن عدد قليل اللي بيتوب ويعرف انه غلط من قلبه. المراقبة اللي كانت في الاسانسير بتشوف اخطاء الناس كلها، مفيش مكان يستخبوا فيه. الراجل القصير اتشنق وهو عايش، بيحاولوا يساعدوه يقفل عينه. القضية زادت في الغموض ومحدش فاهم حاجة. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثير.